شو بتقول الأفلاك اللي مواليد الحوت لشهر نيسان أبريل من هالسنة؟ بدي أقول لمواليد الحوت يلي هن مولودين بسنة حلوة إنه الدورة الفلكية ممتازة. لا شك إنه مناخ هالشهر هو أفضل بكتير من مناخ الشهر الماضي يلي يمكن كان فيه شوية إشكالات، لأنه الأفلاك بتشجعك على مواجهة كل المستجدات بروح نضالية وحيوية كبيرة، قدرة على كسب التأييد وفتح الأسواق والنجاح في شتى المجالات. بتقبل على مشاريع مزدهرة، بتندعم من كوابك كتير كتير بتوفر لك الحظوظ والفرص، بتتلقى معلومات جيدة يا عزيزي، بتتعلق بمهنتك أو بوضع مالي بيطمن بالك، بحالفك الحظ بكل المجالات خاصة إذا قمت بالمساعي والأبحاث والأسفار والمفاوضات. يعني ما تقعد تتفرج، تفضل بادر وقوم بشغلك وحاول انك تفتح ابواب كانت مغلقة. توضع الامور بنصابة، تعمل تشتغل مع مجموعة من الناس بيأمنوا لك هن كمان النجاح. يمكن تهتم بشؤون انسانية ايضا او تقدم مساعدة بلا مقابل لفئات تحتاج لك. تبحث عن تمويل لمؤسسة بتساهم بخدمات عامة تشكر عليها. على كل حال مولود الحوت دايماً بيسعد بالعطاء وتقديم نفسه للآخرين وبيلاقي توازنه بهالمجال. ميركور يلي بيراوح مكانه ببرج الحمل بيصعب عليك بعض الاتصالات لتاريخ 15. بعدين بتلاقي نفسك محاط بأشخاص بيتفهموا نمطك وبيحرصوا على إرضائك. ثلاث كواكب تجتمع ببرج الجدي بالإضافة لانتقال ميركور بالنص الثاني لبرج الثور. هالأبراج الترابية بتلائمك جداً، بتشجعك على اعتماد نمط جديد ومهمات مختلفة يمكن يكلفوك فيها. كمان بتقطف ثمار جهودك الماضية. فينوس بيدعم تحالفاتك بشهر نيسان أبريل هالشهر عزيزي الحوت، بيزيدها ازدهاراً وبيزيدها كمان دعماً لبعض المشاريع. هذا هو الشهر يلي منتظر، شهر الازدهار والتألق وتلبية الرغبات مع بعض الإدارات والمراجع العليا يلي بتتجاوب مع طلباتك. يمكن يحدد قدرك بهالشهر. اسمع شو عم بقلك، بتوضع الأسس المتينة لإطلاق مشروع أو مباراة أو شي جديد بيخليك تحقق النجاح الأكيد. عاطفياً بيرعيك الثلاثي فينوس مارس ونبتون معا، بيولدوا مناخ رومانسي استثنائي، بخبي لك هالمناخ مفاجآت حلوة ومبادرات جريئة ومميزة بتزهلك. كوكب فينوس في برج الثور لتاريخ 24 نيسان أبريل بيوعدك بأجواء عذبة وصداقات مميزة جداً، في دفء بعلاقاتك الزوجية الغرامية، والأجواء العائلية بتغمرك بالحنان. بتقضي أوقات طيبة مع بعض أفراد العائلة، يمكن تسمع خبر جيد كمان بهالخصوص، تتناغم مع أحد الأصدقاء ويمكن تنشأ علاقة حميمة خلال هذا الشهر بعد صدفة وتواطؤ جميلين. بتلاقي الحب إذا كنت خالي، وربما أنت يلي بيستفزوا لهالحب بهالشهر وبيعمل حتى أنه يغذي. بتوسع اتصالاتك مع حلم بملاقات هذا الحب. بس بدي أقول أنه من الصعب الحصول على إعجابك بهالفترة، يعني متطلباتك كتيرة بهالشهر، بتميل لدراسة شخصية الآخر وتصرفاته وأقل حركاته وكلماته، بتكون انتقائي أكثر من السابق. انت عادة مش هين صعب، بهالشهر حتى يعجبك شخص بده يكون شبه كامل يا عزيزي. والكمال موجود برأيك؟ ما بعرف. على كل حال بتمنى لك شهر زاهر.